الحق ومهلك الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ماذا أقول ومن أين أبتدئ وقد دهانا ما يلجم اللسان ويفطر الجنان؟ لا توجد ظاهرة تصم الآذان وتصدع القلوب مثل هذه الظاهرة التي يراها ويشعر بها العدو قبل الصديق، ألا وهي المرحلة التي يمر بها الشعب السوري وتتعرض له مجتمعاتنا وشعوبنا. لقد جل الخطب وعظم المصاب وتولت الدنيا عن سادتها واستدار الزمان موليا. شعوب العالم اليوم أجمع تستنكف هذا القمع اللا أخلاقي لشعب لم يطلب سوى أن يعيش حرا بلا وصاية ولا عمالة. آلة حرب كاملة، دبابات وترسانة مدافع وجنود، لا ذنب للشعب السوري إلا أنهم قالوا ربنا الله وأرادوا أن يجرعوا من ماء الكرامة الذي حرموا منه عقودا طويلة. وقد آن اليوم لشباب الشام وأسود سوريا أن يقولوا كلمتهم ويرسموا ملامح المرحلة القادمة. ونحن من على هذا المنبر نوجه 4 رسائل موجزة. الرسالة الأولى إلى شعب سوريا الأبي، نقول لهم اثبتوا واصبروا وصابروا ورابطوا، فإن النصر قريب، وتأكدوا أنكم في ثغر من الثغور التي تدافعون بها عن أنفسكم وأموالكم وأعراضكم وأرضكم، وتأكدوا بأن نصر الله لآت، ألا إن نصر الله قريب، فهذا هو طريق الأنبياء والمرسلين والصديقين والمجاهدين. الله أكبر، الله أكبر، يا الله يا الله، عجل نصرك يا الله، يا الله يا الله، عجل نصرك يا الله. الرسالة الثانية نوجهها إلى قائد ذلك الحزب المدعو بشار، نقول لك اعتبر ممن كان قبلك من بعيد ومن قريب، فما زين العابدين وحسن مبارك والقذافي عنك ببعيد، وسترى بأن الشعب إن أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. طار 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 القذافي، طار 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 القذافي، يا ريك الدور يا زرافي، يا طار طار القذافي. هذا النظام الدموي الذي باع الجولان من قبل بلا ثمن ولا دم، ما زال على مر السنين حصبا منيعا لذلك الكيان الغاصب، وقد آن له أن يرحل ويركن في مزبلة التاريخ. فلقد أعلنت أنت وحزبك وجندك يا بشار الحرب على الله ورسوله وقرآنه ودينه بتصرفاتكم التي ظهر فيها الكفر الصراح والشرك البواح، وإننا واثقون من موعود الله فيك وفي جندك بإذن الله. ونقول له كما قال الشاعر: يا من أخذت البعث دينا معتقد، أتظن أن البعث يجدي إن قضى الفرد الصمد؟ أتظن أن الضحك في قتل الأطفال أيا وغد؟ قتلوك حمزة شبلنا، أحيوا بنا حمزة الأسد، هم قوم لوط هتكوا الأعراض بل قد صوروا هتك الجسد، حتى الضباع تناكرت من فعلكم، كيف اغتصاب النائحات جماعة، تبا لكم تبت يداكم للأبد، تبا لكم تبت يداكم للأبد. هي ثورة الأحرار تدعو، قل هو الله أحد، إنا لأحرار خلقنا لم نعد، نحيا بذل قاهن لا لم نعد، ولنا سهام قد تواصل قصرها، هي دعوة المظلوم حتما لا ترد، هي دعوة المظلوم حتما لا ترد. لا إيران ولا حزب الله، بدنا ناس تخاف الله، لا إيران ولا حزب الله، بدنا ناس تخاف الله، لا إيران ولا حزب الله، بدنا ناس تخاف الله، لا إيران ولا حزب الله، بدنا ناس تخاف الله. يا حسون يا حسون، شيل اللفة حط قرون، يا حسون يا حسون، شيل اللفة حط قرون. الرسالة الثالثة إلى الشعوب العربية والإسلامية، ندعوكم لنصرة الشعب السوري البطل الذي بذل الغالي ببذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس، وندعو الجميع للمساهمة في هذا الجهاد ضد أعداء الدين والإسلام ولنصرة الشعب المظلوم. ولا تبخلوا على إخوانكم الذين يضحون بكل ما عندهم. والأمر الآخر، لا تنسوا من دعائكم في صلواتكم في خلواتكم، فإنهم أحوج ما يكونون لدعائكم. يا حافظ على روحك، يا حافظ، يا حافظ على روحك، يا حافظ، يا حافظ على روحك، يا حافظ، يا حافظ على روحك، يا حافظ. الرابعة والأخيرة نوجهها إلى حكام العرب والمسلمين وإلى جامعة الدول العربية، نقول لهم: إلى متى هذا الذل والخنون؟ إلى متى سيبقى صمتكم المطبق؟ وإلى متى سيظل الشعب السوري يحارب وحده أشرس وأعتى الأنظمة؟
ألم تحرككم صرخات الثكالى؟ ألم تثير غيرتكم النساء والبنات المغتصبات؟ ألم تتحرك فيكم النخوة بمقتل الأطفال؟ إننا ندعو الدول العربية والإسلامية للتحرك على جميع الأصعدة لنصرة الشعب السوري وعدم تركه يقاتل وحده. وفي الختام نقول لأهلنا وإخواننا في سوريا: واصلوا ثورتكم الصامدة المباركة، ونحن معكم ولن نخذلكم بإذن الله. ألا إن نصر الله آت، ألا إن نصر الله قريب. جزاكم الله خيرا. تكبير الله.